سجلت مملكة البحرين انخفاضا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا. نعم، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 30 حالة قائمة جديدة، منها 9 حالات لعمالة وافدة و14 حالة لمخالطين لحالات قائمة، إضافة إلى 7 حالات قادمة من الخارج، في حين لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافي 48 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 351 حالة.